شيخاني وابن شيوخ فخر العمامي اسمي في ظل الفوق فوق الاسامي. يعطيك العافية. هلا الله يعافيك. فيني أسألك سؤال؟ تفضل. شو هي أكبر صدمة انصدمت فيها بالحياة؟ بالحياة أكبر صدمة أني صرت لاجئ، أني صرت لاجئ ولحتى الآن ماني متقبل هالشيء. إحنا لاجئين، إحنا شيء صار ببلدنا وما قدرنا نعيش فيه. هذه هي السالفة على بعض. قال يسألوني إذا كانت ماشية مع أبو يوسف وعينه زاغت على البنات. مزوق خليه يزوغ شوي، حدا يترك العسل، يترك الشهد، يترك القمر. ويدور شو على الكبيس يغير طعمة اثمه، ما خليه يغير، خليه يغير، قد ما لف قد ما لف رح يرجع لي، خليه يغير شوي. وانا اشتريته شيء دخيل العسل والقوم. ودي اقول كلمة والله، دي ودي اقول شيء. اكثر رسالة لو كنت بنت معجبة فيه تعالي حكيني بحكي معي، انا شخص